بسم الله الرحمن الرحيم، معكم الدكتور يوسف شاهد على حادثة كافي لا كريم الخميس اللي فات. كنا في كافي لا كريم مع دي زامي بحال كاع الناس، تنتعشاو عادي، كاع الناس كانوا في لي طابل ديالهم عاديين بشكل بسيط وعادي. فإذا به وقف واحد موتور كبير من نوع تي ماكس كحل، الناس ديالو دوك اللي كان لا الخدام لا اللي اللور لابسين كلشي كحل، لي كاس كحلين، ما بين فيهم حتى حاجة. حتى خرج هذاك اللي البور اللي كان لكبر اللور، وجا المورا الراس ديال المرحوم حمزة الشايب الله يرحمه، وجبد البيستولي وضربو الرصاصة الأولى، وزقى واحد شوية عاد باش تبع ولا الرصاصات بزاف منهم اللي تصابت بها الأخت فاطمة زهرة، وتصاب بهم الأخ الآخر على مستوى الفخذ ديالو. اللهم لك الحمد، الحمد لله أنني كنت في هذيك الحالة، وحاولت ندير اللي في جهدي، والحمد لله سيدي ربي وفقني. و يعني كيفاش جاتك اول حاجه الواجب الانساني، وثاني حاجه الواجب المهني. لحقيتاش بصفتك كدكتور صيدلي حاجه نورمال ملي تشوف انسان قدامك بدمياته في الموت، غتحاول تقدم على الاقل المساعدات الاوليه. بيان سور ما غاديش تقدر تدير عمليه جراحيه في هذيك الوقيته، ولكن على الاقل تتحاول. والحمد لله كنا حنا غير سبب من بعد التوفيق ديال الله سبحانه وتعالى. و زعما تنشكر الامن والرجال ديال الوقايه المدنيه اللي وقفوا في واحد السرعه خارقه باش جاو. توجهنا نحو مسحه مراكش برئاسه البروفيسور الدعلي، اللي تنشكرو وتنحييه وتنشهد ليه بلا كومبيتونس ديالو هو والطاقم الطبي من هذا المنبر هذا. وزعما داروا عمل خارق، والحمد لله فاطمة زهراء عاشت، والحمد لله تعالى بقات مزيان. والاخ الاخر حتى هو ما كانش حاله ديالو حرجه، تنتاسفوا انه الاخ ديالنا حمزه اللي توفى، قدره هو هذاك وتعددت الاسباب وكانت الموت واحد. والحمد لله، وتنتمنوا هادشي ما عاودش يتكرر في مراكش ولا في المغرب كامل. وتنشكر طاقم ديال الشرطة والطاقم الطبي وكاع الناس اللي وقفوا معانا واللي ساندونا من داخل المغرب ولا خارج ديالو على هاد الواقعة. نقول لك من غير السيد اللي كان مع الأخ اللي تضرب في خدو، أنا عدو بلا مقولت أنا وشي ثلاثة أربعة الناس هما اللي كانوا بقاو واقفين. لا بلوبار كل شيء تحت طوابل، طوابل مقلوبين، الجاج مهرس، كاين اللي نقز من الكرسي للجهة الأخرى اللي خرج، كاين اللي فاش زقى القرطاج خرج ما بقيناش لقيناه، فهمتي؟ كله المهم راه حالة ديال الذعر. راه ملي تيكون الرصاص راه تنتحدى اي واحد الرصاص والدماية تحداك والناس تتموت في الجناب ديالك اللي ما بعيدش عليهم انت حتى ب 4 متر مقادة، وغادي تبقى جالس تشوف، راه حاجة نورمال غادي تبغي تهرب بحياتك، راه غير ستر الله سبحانه وتعالى وصافي. هادشي اللي نقدر نقول لك على هذيك الفاجعة. زعما باقي لحد الساعة ما بغاش تنسى لينا وما عمرها غادي تنسى، ونتمنوا يا ربي ما تعاودش تكرر شي حالة بحال هذه في المغرب كامل. جيت عند فاطمة زهرة للكلينيك ونزلت عندها لا غيانيماسيون، شفتها فاش كانت في الغياء، اللهم لك الحمد هضرت انا وياها، والحمد لله بانت لي بانها قلبها عامر بالايمان وقوية، مع انه كان مشهد مروعي اللي عاشو، والحمد لله تقدرات تخطى. من غير هذا ما مازال ما شفتهاش ان شاء الله تعالى. يلا كيف سمعت بانها خرجت من الكلينيك، وضروري ان شاء الله غندير لها زياره خاصه في قريب العاجل. بالنسبه لي سالتي فاطمه زهراء، بغيت نقول لها ما تسمعيش لهضره الناس وخليك قويه، وبغيت نقول لك بون كوراج في حياتك الدراسيه وفي حياتك المهنيه وفي حياتك الشخصيه، وبغيتها تزيد تقوي راسها اكثر واكثر، لحقتاش الحديث ما كانش بسيط. ونتمنى يا ربي انه هذا الشيء ما يتكررش، تنعاود نقول لا في مراكش ولا في المغرب كامل ولا في شي بلاصه اخرى، تنتمنى يا ربي هذا الشيء ما يتعاودش.